جاي ندوي على حساب ولدي وعلى حساب نساء الوليدات. جاتنا لجنة ديال الاطباء كتقول لينا على ان خارج تقرا ان ولدي ما به حتى شي حاجه، ما مريض ما والو. انا كنعاني معاه سنوات، كيفاش دابا ما كيعرف والو؟ وتكتب لي ان ما معاقش ذهنيا لا حتى شي حاجه. انا ما فهمتش، انا شغن تيق دابا الدري هذا يمكن تخليه بوحدو دابا في الزنقه ما غيعرف والو؟ كنقول ليه جيب شي حاجه ما كيعرفش، عدواني وكيبقى يغوت. ما فهمتش انا كيفاش هاد اللجنه اللي كتحكم في 5 دقائق ان الدري كتشخصوا ان ما عنده حتى شي حاجه، ما به والو، كيبقى يغوت ما كيفهمش، كيدير داكشي ديال الدراري الصغار، تحطيه مع الدراري الصغار هذاك الشيء كيلعب معاهم، هذاك الشيء يلصق لك على الحاجه، ماشي كيدير داك الشيء ديال اللي على حساب اللاج ديالو 9 سنين. تبارك الله راه كيكونوا كيعرفوا فاهمين، هو ما كيكونش هو يعاود الهضره، يعني ماشي كي هذاك الشيء اللي كيسمع هو اللي كيبقى يعاود. كنطالبوا ان امي شهاده ان الدري مريض، ماشي كتبوا لينا ما عنده حتى شي حاجه، خاصو غير الخاطر وتعاملوا معاه مزيان. وهاد الاطباء اللي كيقول لك حنا كنضربوه، الدري من تزاد اصلا هو مريض، وحنا كنعانيو معاه وكنجريو معاه من جمعيه من مصحه من سبيطار باش نشوفوا حنا الدري مالو. ما كان كاع كيهضر بعدا، يلا والله هاد العامين اللي ولا تسرحات لي الهضره شويه، وتجي في الاخر اللجنه قالت لك ديال الاطباء 5 دقائق تشخص لنا ان ما عنده حتى شي حاجه، ما مايتش. المشكل اللي عندنا هو اننا الجمعيه اللي حنا كيقريوا فيها وليداتنا طلبوا منا واحد الشهاده طبيه. ملي جينا هنا باش ناخذوا شهاده طبيه كنكتشفوا بان كاينين الوليدات اللي كيقولوا لنا ان اعاقه غير دائمه او ما مراتش كاع مره، فبغينا نعرفوا واش من دابا حنا تلفنا، حنا واحد المسار طويل مع الوليدات وحنا كناخذوا بان وليداتنا معاقين. كنجيو انا كاينين بعض الامهات اللي عاطينهم ان وليداتهم ما مراتش وان هما وليداتهم اوتيس، فبغينا نعرفوا دابا من تيقوا واش الشهادات القدام ولا الشهاده ديال دابا، هادشي اللي بغينا نعرفوا. بغينا وزاره الصحه تدخل وتشوف لنا دوك الشواهد الطبيه فين غتوصلنا، شنو فينا هي، حنا ولينا في حيره، بغينا نعرفوا يعني اشنو. انا كنعيش 14 سنه مع ولد معاق وكنجي هنا كنلقاه ماشي معاق، فبغيت نعرف. حتى كنطالب من وزاره الصحه تشرح لي هذا الامر. اطباء اللجنه اللي جات باش عطاتنا واحد الورقه طلبوها منا الجمعيه، واحد الورقه حمراء اننا نكتبوها، هي اللي كتبت لينا فيها ان بحال مثلا كاينه ديك السيده طلبوا لها ان ولدها ما معاقش مره، اذا اش من اش فين غنديه؟ واش شديه للمدرسه ديال المخزن ولا شديه للجمعيه؟ هي الجمعيه ما غتبقاش متحمله المسؤوليه ديالو لانه ماشي معاق. بغينا غير نعرفوا ان نعرفوا فينا هي الشهاده اللي صحيحه، واش اللي خدينا من هذا المركز ولا الشواهد اللي كاينين عندنا ولا اشنو. بغينا نعرفوا فينا هي، بغينا اطباء الاخرين اللي يديروا لنا تشخيص لولدنا ونعرفوا فين غنوصلوا مع وليداتنا. انا كنعرف راسي كنربي ولد معاق، مني ولا ماشي معاق خصني نعرف. المشكل اللي عندنا هو تقريبا اخويا بان وزاره الصحه دخلنا في هذا المشكل ديال الاولاد ديالنا كاملين. كاين بعض الدواسه اللي هما طلعوا في زولينا، كاين بعض الدواسه اللي تقريبا قال لك الدري راه باري لاباس عليه، وبغينا دخلنا ياك وتقول شي حل باش يبقاو مسجلين في الجمعيه ويستافدوا من الجمعيه هذه، حيت المدرسه ما قابلاهمش وما عندهمش شي مستقبل، غادي يعوننا بحال هكا. هذا هو المطلوب ديالي حنايا، يا كاين شي دواء بغا كيعالجهم مرحبا، الا بغاو يتكلفوا هما يتكلفوا هما ويشدوا بطريقه واحد 3 ايام ولا 4 ايام، الا استحملوهم يخليهم لهم نسمعوا بهم حنايا. هذا هو المطلوب ديالنا حنايا، بلا سي جماعه واحد دخلنا وزاره الصحه دخلنا، راه حتى شافوا دازت معنا واحد اللجنه هنا طبيه فيها تقريبا شي 4 ديال الطبيبات، استغرقوا معنا تقريبا 5 دقائق، داك الشيء شفوي. اش ولدك اش كدير؟ هذا 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 جوج كلمات ثلاثه وقلنا تخرج صافي، والدوسي عطاه عمره ريوسهم ديري بإعلاقة قاعدين ديري عندي كاتبين ليه الدوسي اكسبتي، ولكن ما يستافش من الجمعيه فين غيمشي الدري هذا. نشرت بالزنقه كانت بزاف تحد دخلنا في هذا المشكل ديالنا وتحقق لنا شي حل. انا ام ديال واحد الطفل توحدي، انت دابا واش تشوفوا واقف معايا، جينا نديروا هذا اليوم هذه الوقفه هذه هنا باش نددوا بهذه الشهادات اللي عطاونا هاد الناس هادو في هذه اللجنه في هذه المندوبيه ديال الصحه، لانهم ظلموا لنا هاد الوليدات هادو، داروا لنا شهادات على انهم ما عندهم لا اعاقات، عندهم اعاقات خفيفه. انا ولدي عنده التوحد، ندوي على ولدي، انا عندي ولدي التوحد، داروا لي اعاقه خفيفه وغير مستدامه، كيفاش هاد وبدون مرافقه، كيفاش هاد الولد هذا عنده اعاقه خفيفه هو عنده توحد؟ حنا كنعرفوا على ان التوحد
الاعاقه ديالو تتبقى معاه ابي مع الوليد. هادو دايرين لي اعاقه خفيفه غير مستدامه، يعني غادي يتشافى من واحد الشهر ان شاء الله غادي يتشافى هذا الولد هذا. تنطالبوا لانهم يصحوا لنا هاد الشهادات هذا، وكنطالبوا لان الوزاره تدخل في هاد الامور هذه، لان هاد الوليدات هاد الشهادات اللي عطاونا هاد الناس هادو كيظلموا هاد الوليدات، كيجوروا لهم على حقهم اللي كيعطيه لهم القانون باش يستافدوا من جميع الوسائل اللي تتبيعها الدولة لهاد الوليدات هادو، مع ان كاينه تربية تربية تنمية بشرية، تربية دامجة. هاد الوليدات هادو ما كيستافدو حتى بشي حاجة، ودابا جدو جاروا عليهم على انهم داروا لهم هاد الشهادات هكا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.